احنا في البرلمان في الفترة دي بنشرع لقانون مهم قوي اسمه حماية البيانات الشخصية، وهذا القانون في الفترة اللي جاية احد العناصر فيه انشاء هيئة مصرية للبيانات المصرية. وانا يعني بطرح على حضرتك نقطة النقاش اللي داير عندنا في البرلمان دلوقتي. التوجه بيقول او الحكومة طالبة ان هو الهيئة دي تبقى تابعة لوزارة الاتصالات، انا بطلب ان هو يكون تابع لرئاسة الوزراء او مؤسسة الرئاسة، لان البيانات هتكون مش خاصة بوزارة واحدة، هتكون خاصة بكل مصر، والبيان هاخد منه معلومة في كل المناحي الحياة المصرية، فيبقى مستواها أكبر من مستوى وزارة على مستوى دولة. في شقين، الشق الأولاني إن أنت بتحمي بيان في شركة زي ما حضرتك بتقول، ولكن في نفس الوقت مجموع البيانات الكتير دي أصبحت معلومة، فيبقى أنت عايز تحميها لصالح مش أصحابها، لصالح أصحابها اللي هم المصريين. فبالتالي أنت محتاج، أنت كشخص النهاردة بتقول أنا بثق شركة، أنا بتعامل مع مثلا دكتور السدان الفلاني، هل أنا بثق فيه أديله معلوماتي أكتر مما بثق في الدولة المصرية اللي بتراعي كل أموري؟ وده برضو دبيت عالمي بتقول لك النهاردة الشباب الصغارين أصبحوا بيثقوا في الشركات التكنولوجية والإلكترونية أكتر ما بيثقوا في الحكومات اللي هما بينتموا إليها. يعني أنا ما عنديش مانع أدي لشركة النقل التشاركي اللي حضرتك ذكرتها اسمي وعنواني واسم أصدقائي وعناوينهم والكريدت كارد بتاعي وبياناتي البنكية، ولو جه شخص مثلا، وأنا لو تفكر على نفس النقيض، هي بياناتي اللي موجودة في الدولة في مؤسسات الدولة إيه؟ اسمي وسني والمكان اللي انا مولوده فيه، ومش شرط ان البيت اللي متسجل جوه الداتا بيز الحكومي هو البيت اللي انا ساكنه فيه، ولكن شركه النقل التشاركي عارفه بيتي بالظبط وعارفه انا بتحرك من فين وباجي من فين وبالوقت ايه. فيبقى دي هي البيانات. البيان النهارده ما اصبحش رقم تليفونك، البيان انت مين، هويتك الالكترونيه، بصمتك ما بقتش هي اغلى حاجه انت بتملكها سريه، انت ليك بصمتك اللي على صباعك وعلى عينك وعلى وشك، وليك بصمة إلكترونية وهوية إلكترونية موجودة عند الشركات اللي حضرتك تتعامل معاها. فإحنا بنقول في مصر إحنا بنحاول نحافظ وننظم هذه العلاقة لصالح المواطن المصري هو لوحده مع الشركة مباشرة، ومجموع المصريين ومجموع الشباب ومجموع البنات ومجموع الشيوخ المصريين اللي بيتعاملوا مع هذه الكيان، علشان هي عندها منتج بقى، مش بس مي بتروح فين ومحمد بيروح فين، بقى معظم المصريين الشباب اللي في سن معين اللي بيشتغلوا في قطاع الاتصالات رايحين ناحية المنارة النهاردة، معظمهم بيخرجوا الساعة 3 الساعة 4. فالبيان ده بيطلع معلومة اللي على أساسها باخد قرار، دول مش 1000، دول مليون، دول مش 100، دول 10,000، دول مش بس مهتمين بالكومبوننت الطبي، ده في منهم ناس كتير قوي مهتمية بالكومبوننت الهندسي، وهكذا وهكذا وهكذا.